بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درك بالستة ربعة واحد فيلو رادياتير حاصلة إشعاعية. الحاصلة الإشعاعية للأرض هي الفرق بين الإشعاع الموجز القصير القادم والإشعاع الموجي الطويل الخارج من الأرض. الحاصلة الإشعاعية للأرض في سبع خطوات، يعني صح. الخطوة الأولى، هذه الخطوة الأولى، في كل ثانية تستقبل الأرض 100 وحدة طاقة من الشمس على شكل ضوء وحرارة، إنه إشعاع بأطوال موجية قصيرة من هذه الوحدات المئة 25 ثانية، تنعكس مباشرة في الفضاء من خلال تأثير البيادو للغلاف الجوي. يتم امتصاص 25 وحدة من غازات الدافئة في الغلاف الجوي، تنعكس أو يتم امتصاص 45 وحدة من سطح الأرض وتدفئة الأرض، يعني من صح من سطح وتدفئة الأرض، يعني تنعكس 5 وحدات فضاء بسبب تأثير البياض على سطح الكرة الأرضية، صح. هذه هي 104 وحدة من الطاقة في شكل إشعاع طويل يعني، أو الأشعة الحمراء. تستكمل 29 وحدة ناتجة عن تبخر الماء ونقل الحرارة المباشرة بين سطح الأرض والغلاف الجوي. 70 وحدة من هذه الطاقة تعود إلى الغلاف الجوي كإشعاع طويل الموجة، صح. هذا يعطي لك الإشعاع اللي تهبط الأرض واللي تنعكس واللي تمتص السحب اللي تمتص الأرض واللي تعود تطلع لفوق، يعني الحصيلة الإشعاعية للأرض. المصدر قالك موقع تحدي المناخ، يعني صح. روحوا نكملوا، عفوا. يتم الاحتفاظ ب 88 وحدة من هذه الطاقة عن طريق غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وتشع العودة إلى الأرض. ينتج عن هذا التبادل المستمر لأشعة طول الموجات الطويلة بين سطح الكرة الأرضية والغلاف الجوي. صح. على أساس هذه الخطوة، خطوة بخطوة، يمكننا أن نستنتج أن الإشعاع التوازن الإشعاعي للأرض في حالة توازن، إنه يقيم توازنا بين الغلاف الجوي والفضاء على 100 وحدة طاقة تستقبلها الأرض ويعيدها هذا 25 و75 في الفضاء، يعني صح. في الغلاف الجوي أيضا هناك توازن، يستقبل سطح الأرض 45 زائد 88 وحدة طاقة ويعود 29 زائد 104. يوضح هذا التوازن مرة أخرى تأثير الدفيئة الطبيعي. في الواقع ينبعث سطح الأرض من الإشعاع 104 أكثر مما يستقبل، يعني 45. بمعنى آخر، يفقد سطح الأرض إشعاعات طويلة الموجة أكثر مما تمتصه الإشعاعات ذات الطول الموجي القصير، ومع ذلك يتم تعويض هذا النقص عن طريق الغلاف الجوي الذي يعيد جزءا من الإشعاع، يعني الأرضي 88. صح. يتم تحديد درجة الحرارة على سطح الأرض من خلال 45 وحدة من الطاقة للشمس تكملها 28 وحدة من الحرارة المنعكسة من الجو. صح. هنايا في حالة تغير واحد فقط من قوة النظام سيتم تعطيل الميزانية الإشعاعية نتيجة لذلك. سيتغير متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض، وبعد فترة سيحدث توازن جديد في الميزانية الإشعاعية. التغير في درجة الحرارة يؤدي إلى تغير المناخ على الأرض. نروحو نحكيو على تمبيراتور، تعريف ديفينيسيون، صح.
من الناحية المادية تكون درجة الحرارة عبارة عن تدرج يقيس الحرارة ويحددها، وهي في الواقع شكل من أشكال الطاقة التي يتلقاها الجسم أو يفقدها. في الأرصاد الجوية يكون الهواء هو الجسم الذي نريد قياس درجة حرارته. الاختلافات في أول اختلاف في درجة الحرارة هذه له انعكاسات على العناصر الأخرى للمناخ، والتي هي في حد ذاتها خواص للغلاف الجوي، يعني الرطوبة والضغط والسحب وما إلى ذلك. يمكن قياس درجة حرارة الجسم من خلال ملاحظة التغير في أحد خصائصه المحددة مثل المقاومة الكهربائية، وبالتالي يقيس مقياس الحرارة الزئبقي تمدد عمود الزئبق في الشعيرات الزجاجية، أي التباين في ارتفاع العمود المرتبط بدرجة الحرارة. يتم تعريف درجة الحرارة على أنها كما نقول التمبيراتور، عرفها على أن لا تمبيراتور يتم تعريفها على أنها درجة الحرارة، ودرجة حرارة الهواء على أنها مجموعة من الظروف الجوية المتغيرة التي يترجمها الإنسان. الأحاسيس النسبية للحرارة أو البرد، والتقييم الدقيق هو هو الذي التقييم الدقيق الذي هو يتم الذي يتم توفيرها بواسطة مراقبة مقياس الحرارة. بعد ذلك يقال إن كمية محددة بواسطة ظاهرة قابلة للقياس والتي تختلف في نفس اتجاه درجة الحرارة. باختصار تعتمد فكرة درجة الحرارة بشكل أساسي على الإحساسات الساخنة والباردة حتى ولو كانت في سياق النظرية الحركية للغازات، مرتبطة بمتوسط سرعة جزيئات الهواء، وهي معلمة يمكن بالكاد قياسها مباشرة. يعني يجب أن نتذكر أيضا أنه عندما يكون هناك اختلاف في درجة حرارة بين جسمين أو بين الأجزاء المختلفة من الجسم نفسه، هناك ميل إلى معاد درجة الحرارة عن طريق التبادل الحراري. قالك أشعة محمية من أشعة الشمس والأرض، يتم قياس درجة حرارة الهواء عن طريق موازين الحرارة الزئبقية وضعت على ارتفاع 1.5 متر فوق سطح الأرض في الملاجئ الخشبية الميترولوجية المصممة في كوة للسماح لدوران الهواء، ويسمح أيضا بحماية المواد الموجودة فيه ضد هطول الأمطار وغيرها من العوامل التي يمكن أن تلحق به ضرر أو تجعل مشكل في القياسات. يعني صح، هذه المادة ليست فقط موازين حرارية عادية، لأن هناك ثلاث أنواع أو أكثر من درجة حرارة، فالواجب قياسها. أولا متوسط درجة حرارة الهواء، ويساوي متوسط درجة حرارة المقاس على كل ساعة بواسطة موازين الحرارة العادية. ثانيا هي أدنى وأدنى درجات الحرارة التي تتوافق مع أصغر وأكبر القيم المسجلة خلال اليوم على التوالي، ويتم قياسها بواسطة موازين حرارة خاصة تسمى الحد الأدنى والحد الأقصى على التوالي. هذا هو الجهاز اللي قلنا راه يرتفع على الأرض بمتر ونص وفيه الحرارة، كل واحد هذا يقيس درجة حرارة، هذا حرارة، هذا حرارة، هذا كل واحد عنده دور تاعه. هذا يسموه لابري ميترولوجيك افيك سون كونتيني، يعني في اعلى موازين الحرارة، يعني في الاعلى في اعلى، قال لك في اعلى موازين الحرارة في الحد الادنى والحد الاقصى، يعني او في منتصف الوسط هذا، حد الوسط هذا وش فيه مقياس الحرارة الهادي ومقياس الحرارة الرطب، صح. وعلى الرسم البياني السفلي على اليسار، يعني هذا ليسر هذا التحتاني، صح، البيان الرسم البياني السفلي على اليسار، والرسم ثاني على اليمين هاو ثاني على اليسار، صح. المصدر وزارة التعليم والتعليم والتعليم الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي. في النهاية هي درجة حرارة مقياس الرطوبة أو درجة حرارة الرطبة يتكون من قيمة تسجلها ميزان حرارة تكون قاعدته رطبة
يستخدم هذا النوع من درجة الحرارة لقياس رطوبة الهواء باستخدام علاقة رياضية مع درجة الحرارة العادية، وهذا لمقارنة وتأكيد القيمة التي سجلها مقياس الرطوبة التي تقيس رطوبة الهواء. يجب عدم الخلط بين قياس درجة حرارة سطح الأرض والتوازن الإشعاعي، لأن درجة الحرارة تحت التأثير بالإضافة إلى الإشعاع والاضطرابات الجوية. ومن هنا جاءت فكرة المناخ التي تعتمد على المناطق المضطربة، يعني المعتدل، ومناخ مستقل للمناطق الهادئة خطوط الأرض الاستوائية والعالية القارية، يعني قارية. ديستريبيسيو دو لا تمبيراتور سور لا سرفاس جلوب، توزيع درجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية. يتم تمثيل توزيع درجة الحرارة على سطح الكرة الأرضية عن طريق خرائط متساوية الحرارة، والتي تمثل خرائط وتمثل هذا التوزيع بواسطة خطوط تسماهم الإيزو، أي خطوط تربط نقاط التوزيع المتساوية للحرارة في الحرارة، إيزولين. صح؟ يبدو أن هذه الخرائط تعتمد على عدة عوامل، وينها العامل الأول هو الالتيتيد، يعني الارتفاع. تعتمد درجة الحرارة إلى حد كبير على الارتفاع، وهذا بدوره يعتمد على النقوش، لأنه من المعروف أن قمم الجبال تكون أبرد دائما من أقدم من المناطق السفلية، وهذا وفقا لتدرج يبلغ من 0.5 إلى 0.6 درجة مئوية. درجة مئوية درجة الحرارة لكل ارتفاع، درجة مئوية لكل ارتفاع 100 متر، يعني صح. لالتيتيد وهذه لاتيتيد، وهي خط العرض، عفوا خط العرض. في الخطوط العريضة لخط العرض تتطلب القاعدة انخفاض درجة الحرارة مع زيادة خط العرض، خاصة في نصف الكرة الشمالي حيث توجد القارات عديدة غير البحار، يعني صح. الإيزو ثيرم أكثر انتظاما في الجنوب منهم في الشمال بسبب وجود محيطات، يعني 4/5 من السطح، وبالتالي لا يوجد تعويض بين الفصول. صح. يكشف هذا التوزيع من خط الاستواء الاستواء حراري يختلف عن الجغرافي، ويتم ترحيله باتجاه الشمال، حيث يجمع أعلى درجات حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية. كما يسجل هذا التوزيع أهم السجلات بأكثر من 55 درجة مئوية ما وراء المناطق الاستوائية، على سبيل المثال على الحدود الشمالية للصحراء، والأبرد من أقل من ناقص 90 درجة مئوية في القطب الجنوبي. ولكن هذه البرودة لا تهم فقط خطوط العرض القصوى، ولكن أيضا وجود قارة شاسعة علو وعلو مرتفع. يعني هذا الخريطة تعطينا خط الاستواء الحراري، ها هو الإكواتور تيرميكا، خط الاستواء الحراري. هذا تروبيك كونسير، هذا تروبيك كابريكورن، وهذا سيركل بولار أنتاركتيك، والآخر سيرك بولار أركتيك. صح. المصدر شارل يعني صح. رانا حكينا لالتيتيود، دركا نحكيو على كونتينو اي اوسيان، يعني القارات والمحيطات. فالبحار والمحيطات والمناطق المحيطية التي تفيض عليها أكثر برودة في الصيف وأكثر دفئا في فصل الشتاء، مما يفسر الصيف السيء للمناطق المحيطية في نصف الكرة الجنوبي، بالإضافة إلى تأثير الدورة في الغرب وتأثير الصفائح الجليدية في القطب الجنوبي. ويمكن تفسير هذا الجمود الحراري على النحو التالي. صح. نفسره. نبدأ الجزء هذا.
تكون درجة حرارة الماء المحددة أعلى بكثير من درجة حرارة الأرض، لذلك ترتفع درجة حرارة الماء ويبرد ببطء ويتطلب الكثير من الحرارة مع ارتفاع حرارة الأرض وتبريدها بسرعة. تسمح حركات الغلاف الجوي والحمل الحراري للمحيطات بتخزين كمية كبيرة من الحرارة على عمق كبير، في حين أن الطاقة الشمسية في الأرض تنتقل فقط على عمق ضحل. على سبيل المثال في الأرض على سبيل المثال في الصحراء، التغيرات يبلغ طول الفترة النهارية 5 متر فقط، ويمكن أن تصل الفترة الموسمية إلى 5 إلى 6 متر الأكثر. آلية التبخر والتكثيف فوق المحيط مما يسمح بتأثير التدفئة ومما يحد من فقدان الطاقة بسبب الإشعاع طويل الأمد. لديزيمتري وأست وست، يعني التباين بين الشرق والغرب، يشكل بشكل عام عند خطوط العرض العليا تكون السواحل الغربية للقارات الشرقية للمحيطات مفضلة من درجة الحرارة المرتفعة، في حين أن العكس هو الصحيح في المناطق المدارية. صح، هذا الخريطة تعطينا الحدود الجنوبية للصقيع في الصحراء. صح، الجليد يعني الجليد نظرا لأنه يتوافق مع تغير في حالة المادية المياه، فإن درجة حرارة 0 درجة مئوية لها أهمية أساسية سواء بالنسبة للدراسة المناخية أو البيولوجية أو البيئية. نحدد بشكل ملموس مدة وتيرة للبرد من خلال عدد أيام التجميد، يعني صح تمبيراتور أقل من 0 دوري. ولكن بالنسبة للغطاء النباتي فإن عدد الأيام التي لا يكون فيها الصقيع هو الأهم. بعيدا عن المنطقة الاستوائية داخل خطوط العرض الاستوائية شبه القاحلة، المناخات تعاني من الصقيع ولكن بشكل استثنائي أو في بعض الأحيان. هذا مش كيف الأجزاء الرحول 6-3 أميديتي دولير، يعني رطوبة الهواء، هذا من عوام المناخ. يعني إنها تتوافق مع كمية بخار الماء في الهواء، وبالتالي فهي تعتمد على درجة حرارة الهواء والتي بدونها لا يتبخر الماء السائل للمحيطات ولا يكتسب الهواء. ومن ناحية أخرى في المناطق المدارية القاحلة تكون درجة الحرارة هي التي تجفف الهواء وتقلل وتختفي رطوبة الهواء. من الناحية العملية يتمتع الهواء بقدرة محدودة على تحميله في بخار الماء يسمى التشبع، والذي يتحول بعده بخار الماء في الهواء إلى سائل لإحداث هطول الأمطار. تختلف رطوبة التشبع هذه من هواء لآخر حسب درجة الحرارة والضغط، إذن فهي مشتقة. يعني فكرة الرطوبة النسبية RH، وهي النسبة بين الرطوبة المطلقة المقاسة فعلياً لأي هواء من جهة ورطوبة التشبع في نفس الوقت وفي نفس الظروف من درجة الحرارة والضغط، وعادة ما تعطيك نسبة مئوية. يتم قياس الرطوبة إما عن طريق مقياس الرطوبة CMH أو يعني مقياس الرطوبة أو باستخدام حساب رياضي يعتمد على درجة الحرارة الجافة ودرجة الحرارة الرطبة. صح، الروح الحاجة يسموها بريسيبيتاسيو، يعني التساقط. يلي قبل الحديث عن التساقط، فإن المعرفة الكاملة والمفصلة للغيوم وآليتها تبدأ حتمية، لأنها تشكل المرحلة الأولى أو أصل أي التساقط. يعني الروح لنواج يعني السحب. صح، في معظم الأحيان تظهر هذه الأكوام البيضاء في السماء بأشكال مختلفة، وهذه هي الغيوم التي لا تشكل سوى بخار الماء في مرحلة التكثيف.
بعد أن وصلت إلى نقطة تشبع الغلاف الجوي التي توجد فيها في الواقع كتل من قطرات الماء الصخيرة أو بلورات الثلج من 20 إلى 60 متر صغيرة معلقة في الغلاف الجوي. هذه الغيوم يمكن أن تولد أمطارا، ويعتمد هذا على نوع الغيمة أو فئتها. من بين الفئات العشرة الغيوم مقسمة إلى ثلاث مراحل طبقية في الغلاف الجوي، وأقلها من الأمطار الأكثر عمومية مثل نيمبوس والركام، والمرحلة الثانية نيمبو ستراتوس. يكون تشكيل الهطول بما في ذلك المطر تحت التأثير المباشر لدرجة الحرارة، ويبدأ من الأسطح المائية. صح، نبدأ بأول شيء وهو لفورماسيو دي نواش، يعني تشكيل السحب خارج حدود التشبع، حيث تصل الرطوبة النسبية للغلاف الجوي إلى 100%. يتم تشبع التكثيف وينتج بشكل ملموس ظهور السحب، حيث يكون الماء في حالة قطرات أو نهايات سائلة دقيقة، أي بلورات ثلج الصلب معلقة في الهواء. صح، لكي يحدث هطول الأمطار يجب أن تكون القطرات أو البلورات، بحيث لم تعد تيارات الهواء الصاعدة قادرة على التغلب على جاذبيتها وبالتالي فإن تكوين السحب يتطلب تبريدا مسبقا للهواء لاستحداث تشبع بخار الماء، ويتم هذا التشبع من قبل عدة أنواع من الآليات، التي أهمها نحكي على الميكانيزم الآلية واحد، هي خليط من حجمين من الهواء الرطب غير المشبع ودرجة الحرارة المختلفة. الميكانيزم اثنين، وهي آلية الثانية التبريد عن طريق الاتصال. والميكانيزم نيميرو تروا، وهي صعود وتخفيف التبريد، وهي الآلية الأكثر شهرة لتشكيل السحاب. يمكن أن يكون هذا السلف إما ديناميكيا حراريا أو ديناميكيا في المنخفضات أو قطاعات تقارب، أو أجبر النسب من النوع الجبلي عندما يتعلق الأمر بالتلال الجبلية التي تشكل عقبة أمام هذه الغيوم. صحيح، بعد التشبع يأتي التكثيف الذي يولد الغيوم. في الواقع يتطلب هذا التكثيف وجود نواة تكاثف وهي جسيمات صلبة دقيقة، قد تكون غبارا أو بلورات ثلجية أو غيرها، حتى حول بخار الماء الذي يتراكم لإعطاء قطرات الماء في حالة التعليق، والتي هي في الأصل من السحب وأنواع أخرى من التساقط. تتكون هذه النواة من نواة محايدة، يعني غبار مختلف، ورماد بركاني وحطام نبات، حبوب اللقاح، جزيئات رطبة صغيرة من الأملاح البحرية، مع جزيئات مكهربة أي أيونات تتحد لإعطاء أيونات كبيرة يكون دورها ضروريا في التكثيف وبالتالي في هطول الأمطار. لذلك يمكن تفسير ضباب المناطق الصناعية والغبار، يعني هذا بما يفسر ضباب المناطق الصناعية. يعني يقول لك تجدر الإشارة أيضا إلى الدور المهم للغبار الناجم عن الانفجارات الطبيعية في هطول الأمطار، مثل كركوتا في عام 1883، والذي تلاه بالفعل عدة فصول رطبة جدا. يعني نروحوا لتيب دي نواج، يعني أنواع السحب. تنقسم الغيوم حسب شكلها العام إلى 10 أنواع، يتم تقسيم كل نوع إضافي حسب شكل السحابة وهيكلها وشفافيتها وتخطيط عناصرها وطريقة تكوينها ووجودها ووجود وعدم وجود سحب إضافية. يعني صح، قال لك من خلال المظهر يمكن أن نرى الأنواع التالية. كاين نيواج أون فوال، يعني الغيوم في الحجاب يمكن أن تكون معالمها وأبعادها غير محددة. كاين نيواج أون ناب، يعني مفارش المائدة عندما تكون القاعدة والأعلى حادة ولكن ليست الحواف. كاين نيواج
كيميلي فورم، السحب التراكمية عندما تكون ملامحها دقيقة ويمكن رسمها، صح؟ أو إذا اخترنا التصنيف الأكثر عقلانية استنادا إلى النوع التدريب، فسنكون لدينا فئتان رئيسيتان من السحب، السحب النامية عموديا والتي تتمثل في المخطط التالي، صح؟ نشقلها السحب النامية عموديا، هذا المخطط يعطيك السحب النامية عموديا. وينهم النوع الأول يسمى كوميليس، وهو الركام، سحابة بيضاء مع قاعدة مسطحة وبروز صغير. كاين كوميليس بورجينو، الركام الناشئ في حالة عدم استقرار الغلاف الجوي للسحب الركامية، تتطور عن طريق مهدها العمودي إعطاء مظهر القرنبيط، صح. كوميليس نيمبوس، كوميليس ورانا كوميليس نيمبوس، سحب الركام مع أعلى على مع أعلى على شكل عمود أو على شكل سندان أبيض ناصع مع نسيج ليفي، وقاعدة رمادية داكنة هي مولدات المطر والبرد، يعني صح ليزوتر نواج يعني. تتمثل السحب الأخرى بالشكل التالي، يعني هذا سحب الركام الآن نواج كوميليس نيمبوس هكذا، صح. السحب الأخرى وراهم هام وراهم سيروس، ألتو ستراتوس، سيرو كوميليس ستراتوس، ستراتو كوميليس، نيبو ستراتوس، ألتو كوميليس، كوميلون نيمبوس، كوميليس، هذا سيرو ستراتوس، معنى الأنواع تاع كل نوعية تاع سحابة ونوع، يعني هذا الشكل يعطي لك الأسماء الشائعة والأشكال والارتفاعات السحابية، صح. في الجزء العلوي عادة ما تكون عبارة عن سحاب رقيق وسحب سحاب رقيق سي اي وسحب مرتفعة سي اي تي او بيضاء وتجاعيد أو في خيوط، يعني صح. هذا لون نواج سحاب سيريس يسموه سيريس، صح. في الطابق الأوسط نرى الأشرعة الرمادية، يعني سحب طبقية أست التي يمكن أن تعطي أمطارا جيدة، ويتم ترتيب سحب ركامية ACU في مقاعد ظلال نظيفة. السحب على المستوى السفلي مظلمة محملة بالمياه، طبقات ركامية STCU مع أمطار عرضية ومحدودة، يعني في المقابل فإن نيمبو ستراتوس الرمادية والحزينة، يعني أمبي ستراتوس التي تخفي الشمس، هي مصدر المطر الدائم، يعني هذا ستراتو كوميليس أغوش وهذا ألتو كوميليس أدروات، يعني صح. أنا قالك ستراتوس أستي موحدة ويمكن أن ينحدر بالقرب من الأرض، يمكن أن يكون من الصعب التمييز بين التمييز من الضباب العالية، صح. تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة السحابية أي هي عبارة عن جميعات سحب أو مجموعات سحب من أنواع مختلفة لها معنى دقيق من حيث الوقت، لذا فإن هذا العامل السحابي الذي يطلق عليه الغمامة السمية له أهمية لا يمكن إنكارها في توصيف الزمان، خاصة وأن له العديد من العلاقات مع الهطول والتشمس والتوازن الإشعاعي والمناخي كله، يعني وحدة القياس للغيوم هي أوكتا، والتي هي واحد من 8 من الفضاء السماوي، يمكن يتم تقييم هذه الغيوم بالعين المجردة، يعتمد على معدل التبخر
والرطوبة، وبالتالي يرتبط ارتباطا مباشرا بدرجة الحرارة على مستوى الأرض وفي الجو يعني. هذا وش كاين في السحب؟ نروحوا لحاجة يسموها لابلوي يعني المطر، ديفينيسيون تعريف، تعريف المطر. الهطول أو الهطول بصفة عامة عبارة عن قطرات ماء تتراوح حجمها ما بين 0.5 و 6 ملم. بعد هذه تعد وبعد هذه الأبعاد تنفجر قطرات الماء تلقائيا. في بعض الأحيان تقوم هذه القطيرات بتجميع الغبار من الرمال التي تجلبها الريح، وبالتالي تمطر الأمطار. وإذا كان الغبار المواد الكيميائية التي تنتجها الصناعة، فإننا نحضر المطر أو فإننا نحصل على المطر الحمضي. فورماسيو دي بلوي يعني تشكيل الأمطار. إنه نفس المبدأ بالنسبة لجميع أنواع هطول الأمطار، حيث يؤدي تشبع الغلاف الجوي مع بخار الماء وتكثيف هذا البخار إلى ظهور الغيوم التي هي السلائف وأصل الترسبات. ثم لكي يحدث هطول الأمطار هناك العديد من الآليات التي تتبع بعضها. صح، نبدأ بالحاجة هذه. الكلي أو بيا كريستاليزاسيون إي كرواسونس دي كتلت يعني التبلور ونمو القطرات داخل السحب. تظل قطرات الماء في الحالة السائلة حتى لو كانت درجة الحرارة عند درجة صفر مئوية يعني. صح، كما اقترح العالم بيرجيرون استيان اي جودارد 1990 ان تتطلب هذه الآلية تشكيل بلورة او تجميد نواة او ما يسمى بنواة جليكوجين لتشكيل بلورات الهلام التي سوف تتراكم بخار الماء فيها، وبالتالي يلاحظ المرء تكوين الجليد على حساب قطرات الماء التي تسقط بحجمها في الوزن المعين، إما في شكل ثلج إذا كانت طبقة سفلية باردة، أو في شكل قطرة مطر بعد الانصهار. اندماج القطرات يعني كوالسكونس دو غوتلات يعني اندماج قطرات تحت تأثير الاضطراب الناجم بشكل رئيسي عن التيارات الحملية التي تعبر المسارات القطرات المضطربة، والتي تؤدي إلى خلط حقيقي حيث تعمل كهرباء بدلا من ذلك عامل مثير لإشمئزاز الذي يمكن أن يتوقف فجأة بعد البرق خلال العاصفة. هذا التخمير هو لصالح قطرات كبيرة تمتص الصغيرة في طريقها من خلال السقوط بعد السقوط على قوة الحمل الحراري الساعد. في الواقع كمية الأمطار التي سقطت هي دائما أكبر من تلك التي تتكثف في الغيوم، وهذا راجع إلى التجميد المستمر. نروحوا لريبارتيسيو سباسيال دي سبيسيال عفوا دي بلوي توزيع خاص للأمطار. كمية الأمطار السنوية المترسبة سنويا هي 900 ملم، ويتم إجراء دراسة لهطول الأمطار من خلال عدة معايير من بينها الكثافة، ارتفاع أو كمية الأمطار التي سقطت في وحدة واحدة من مرة ثانية، وهي في المناطق المتوسطة وجنوب آسيا نلاحظ هطول أمطار غزيرة تتراوح ما بين 900 و 1000 ملم في اليوم. صح، كما يظل متوسط الارتفاع أساسا خاضعا لتمييز المناخ. في الواقع يتم توزيع هذه الترسبات بشكل غير متساوي، وهو يعتمد على عدة عوامل. لاتيتيود يظهر خط العرض أو لاتيتيود عفوا يظهر خط العرض موضح في الشكل 13 ثلاث مناطق ذات رواسب جافة وتقع بالمناطق الممطرة أكثر من 2000 ملم بشكل أساسي على خط الاستواء من الاستمرارية، لكنها تمثل بعض الانقطاعات يعني.
على الصعيد العالمي تستقبل المنطقة المدارية أكثر من نصف ما يقع على الكرة الأرضية. هناك شريطان مسقيان جيدا ويتراوحان ما بين 45 درجة و 50 درجة متوازيين، لكنهما أكثر انقطاعا من السابق، بالإضافة إلى ذلك يتلقى نصف الكرة الجنوبي المحيطي مزيدا من هطول الأمطار مقارنة بالشمال الشمالي. يعني روحوا هذه لاتيتود هذه المفروض لاتيتود ولا لاتيتود الله أعلم. صح، يظهر خط العرض الموضح في الشكل 13 ثلاث مناطق ذات رواسب جافة. صح، ورانا ساحات تقع في المناطق الممطرة بشكل أساسي على خط الاستواء مع الاستمرارية، لكنها تمثل الانقطاعات. يعني صح تقريبا هذه رنا عودناها استماع عفوا ايه صح نروح معليش نعاودوها مباشر نعاودوها نروحو. صح، على الصعيد العالمي تستقبل المنطقة المدنية أكثر من نصف ما يقع على الكرة الأرضية. هناك شريطان مسقيان يتراوح في 45 و50 درجة متوازيين، لكنهم أكثر انقطاع من السابق، إضافة إلى ما يتلقى نصف الكرة الجنوبي المحيطي مزيدا من هطول الأمطار مقارنة بالشمال. يعني هذا الأخرى ديستريبيسيو دي بريسيبيتاسيو أون فوكسيو دي لالتيتود، يعني توزيع الأمطار حسب خطوط العرض. صح صح ورانا تقع المناطق الجافة على خطوط العرض مرتفعة للغاية وعلى مقربة من المناطق المدارية وفي المناطق القطبية. على الرغم من السدم تكون الترسبات ضعيفة بسبب القدرة للرطوبة المنخفضة للهواء البارد وكذلك نظام الدوران الجوي. أما فيما يتعلق بالصحاري المدارية والشبه المدارية فيتم مقارنته في مناطق ممطرة ويتميز بانخفاض هطول الأمطار بدرجة كبيرة ومتغير للغاية من عام إلى آخر. يعني صح، تشكل هذه الصحاري الشريط الذي يعبر في أفريقيا من طرف إلى طرف، والذي يشكل أكبر منطقة قاحلة وأقصاها في العالم حاجزا جغرافيا من الدرجة الأولى في آسيا. الصحراء متقطعة وتقع بين الجبال. يعني التباينات، هذه التباينات مهمة مقارنة بالواجهات وحدود القارات والمحيطات. يتم قطع الشريط من المناطق القاحلة في بعض الأحيان عن طريق السواحل المحيطات، وهناك أيضا الصحاري التي تفيض محيطات، وبالتالي يختلف نظام هطول الأمطار بضرورة تحت تأثير هذا الوضع. يعني صح، في خطوط العرض المتوسطة والعالية التي تصل إلى 60 درجة بالتوازي تكون واجهات الغرب أكثر تسقين أكثر من الحدود الشرقية الجافة نسبيا، وهذا ما يتم تطبيقه جيدا على عدد التناسق الحراري، ويمكن تفسيره فقط من خلال ديناميات الغلاف الجوي. عفوا نبداو من نبات نبداو نشرب الوحدة خير هنايا. صح،
صح ورانا. من المؤكد أن درجات الحرارة التي تنخفض بالارتفاع وفقا للتدرج الحراري وظاهرة النسب التي تفرض على الارتفاع تزيد من تواتر وشدة هطول الأمطار من خلال جلب نقطة تشبع الغلاف الجوي خاصة في الجبال. وبالتالي من المهم تحديد في مقابل التدرج الحراري تدرج هطول الأمطار أقل انتظاما، وهو صحيح فقط بالنسبة لبعض الارتفاعات القصوى أي هطول الأمطار الأمثل يعني أقل من 2000 متر في جاوة وجزر هاواي يعني. بينما على ارتفاعات أكثر من هذا الأمثل لا يزال مثير للجدل وينكر بعض المؤلفين وجوده، بالتالي يجب أن تؤخذ في الاعتبار البعد عن البحار والتعرض للرياح الممطرة وظاهرة المأوى التي تعتبر في بعض النواحي سلبية للعامل السابق. وقد تم تأسيس هذا المجال من قبل النقوش على غرار حالة السلاسل المناطق الساحلية لأمريكا الشمالية. يعني هذا وش كاين في الجزء هذا، من بعد نكمل إن شاء الله معكم نبدأ للنواج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.